السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة الإنجليزية الامتحان التمهيدي الخارجي 2022 اللي جرى امتحانه هذا اليوم. بالبداية، أسئلة اللغة الإنجليزية ما بها ترك، يعني الإجابة على كل الأسئلة بها بعض النقاط اللي تكون ترك. Answer all the question. Number question one, read the following passage carefully and answer with yes or no for the sentences. يعني اقرأ الجملة الآتية، القطعة الآتية بعناية، واكتب كلمة no أو yes للجمل التالية. اختر خمسة. هاي القطعة موجودة عندنا بالكتاب. There are six ways to stay safe online. هناك ستة طرق لتبقى آمنا على الانترنت. First, be nice to people online and be carefully. يعني في البداية كن لطيفا مع الناس and be careful about what you share, pictures or thoughts. يعني وكن حذرا في مشاركة الصور والأفكار. Keep your personal information safe. يقول احفظ المعلومات keep your personal information safe، احفظ معلوماتك الشخصية بأمان. keep your password safe، واحفظ أيضا رمز سري يكون بأمان. you should use something you don't like online. you should use letters, capital letters, numbers and symbols. يعني شو معناها؟ يعني يجب أن يكون يحتوي على حروف وحروف كبيرة وأرقام ورموز. Never meet a person that you only know online. إطلاقا لا تلتقي بشخص تعرفه فقط على النت. If you find something you don't like online، إذا شاهدت شيء غير محبذ على الأونلاين، tell your parents or your teacher، أخبر والديك أو المعلمك. نجي على number one. It is bad. A bad idea to put your phone number online. من الفكرة الغير جيدة أنه تضع رقم تلفونك على الانترنت. الجواب yes. نعم. الثانية. If you don't like something online, tell an adult. يعني إذا شفت شيء غير محبذ أخبر الشخص البالغ. الجواب yes. نعم. زين. نجي على الثالثة. This is a good password. 1 2 3. الجواب no. يعني هذا باسورد غير جيد، الأرقام من 1 إلى 2 3. وقايل يعني باسورد جيد. You should never keep your personal information safe. يقول إطلاقا لا تحفظ معلوماتك الشخصية بأمان. الجواب no. إحنا يجب أن نحفظ معلوماتنا الشخصية. نجي هنا أنا. You shouldn't share your thoughts with friends. يعني لا ينبغي أن تشارك أفكارك مع أصدقائك. الجواب لا. إحنا من الفكرة الجيدة أنه تشارك الأفكار مع الأصدقاء. الجواب yes. الجواب هنا no. يعني يجب أن نشارك. ينبغي. You must never meet people that you only know online. يعني يجب ألا تقابل أشخاصاً إطلاقاً تعرفهم فقط على الإنترنت. الجواب yes. مو لا تقابل، الجواب yes. نجي على فرع B. Choose the correct answer between brackets. يعني اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول وحدة. What is the another word for a cook in restaurant؟ ما هي الكلمة الثانية لكلمة طباخ في المطعم؟ الجواب waiter or chef. الجواب chef. كلمة الثانية هي chef. How did Mr. Krom cook in the new inflation؟ يعني كيف مستر كروم اخترع طبخ الاختراع الجديد؟ كان هو بيش يطبخه؟ in oil، في الزيت. Which service does أحمد prefer؟ كان أحمد كان شي يفضل؟ كان يفضل دائما يفضل البريكفاست، مو اللانش الغداء. كان يفضل انه يقدم فقرة الفطور. زين. What did the customers want؟ اشراد الزبون كان شي يريد؟ soft fire fryers or crispy fryers. الجواب crispy. كان يريد البطاطا المقرمشة. فبي. الجواب بي.
نجي هنا أنا. In Iraqi Mother Days is in يعني يوم الأم في العراق. إحنا يوم الأم عندنا في نيسان في أبريل وليس في آذار. في أبريل. نجي هنا أنا. The laptop they bought يعني اللابتوب اللي اشتروها كانت شنو black with silver keys لو silver with black keys. هي كانت شو اشتروها كانت هي سودة مع شنو silver keys يعني مع المفاتيح الأرقام كانت فضية أو رمادية. في الاختيار راح يكون أي. زين نجي هسه choose the correct word between brackets يعني اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس. My father is لو are a writer. احنا شو نختار my father هو ياخذ is لأنه مفرد he فياخذ is. I cut myself لو ourselves بما أنه أحكي عن نفسي فش اختار myself. أنا يعني جرحت نفسي with a sharp knife في سكينة حادة. My sister is ان لو اي اي تي بروجرامر. احنا قلنا شنو قلنا نباوع على هذا اذا حرف عله ياخذ اي ان اذا حرف صحيح ياخذ اي فاذا بما انه الاي احد حروف العله فياخذ اي ان. هاو ماني برادرز داز لو دو يو هاف. احنا قلنا بما انه يو هنا الحاله الثانيه يوش تاخذ دو ما تاخذ داز تاخذ دو. Do you have زين. She has two younger brothers. هي عندها أخوة اثنين. هو يحكي عن الأخوة. هذا الكتاب موجود بالتمارين. He Lou are twins. هما توأم. بما أنهم اثنين يعني تختار الجمع they ما تختار he. I have a brother. أنا لدي أخ. And لو but I don't have sister. بما أنه don't ولا يعني ما أقول ولكن لا أملك أخت لأن أنا أملك أخ بس ما عندي أخت فسأستخدم أستخدم but. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الوراء يقول match the sentences in the last A with their responses in last B. يعني زاوج الجمل في القائمة A مع أجوبتها في القائمة B لخمسة فقط. شوف هذا السؤال احنا حلينا لكم اياه اعتقد باحد الاسئلة. قلنا هنا يحكي لي على الوظائف وش يحكي لي يحكي لي على مكان الوظيفة. حتى اذا ما عرفت تقرأ الجملة فانت شو تسوي تباوع انه هذا فارمر. وين يروح الفارمر؟ يروح للفارم فمباشرة. My father is a farmer. وين هنا he works on a farm فاختار راح اختار دي. زين اجي ماي جراند فادر از باس درايفر. باس درايفر قلنا وين يروح للرودز للطرق. هي وركس اون ذا رودز يعني اختار اي. ماي انت از ا هاوس وايف. هنا هاوس وايف وين تروح للهوم يعني للسي. شي وركس ات هوم. ماي انكل از ان انجينير. قلنا المهندس وين يروح للاويل ريفاينري يعني للبي. هي وركس ان ان اويل ريفاينري فأختار B. My cousin is a waiter. يعني شنو my cousin ابن عمي هو شنو يشتغل نادر. قلنا الوايتر وين يروح؟ يروح للرستورانت. يروح للأف. He works in a restaurant. فأختار F. بقت هاي الجملة الأخيرة. My mother is a nurse. الممرضة وين تروح؟ تروح للهوسبيتال. فأختار A. هذا بالنسبة لهذا السؤال. وإحنا قلنا لكم أكدوا على الوظيفة وعلى مكان العمل. زين نجي على question 3. Use the words in the box to complete the sentences. يعني عندك الجمل هاي الموجودة في مربع أكملها في الفراغات التالية. Han is from. Han منين كان؟ كان من China. Han من China. When I grow up, عندما أكبر, I want to be, أن أصبح شنو؟ أباوع, لازم ألقى وظيفة, teacher. أن أصبح, عندما أكبر, أصبح معلم. Rubber, المطاط, comes from a tree, يأتي من الشجر, فأستخدم tree.
زين. A surgeon is a doctor who does الجراح هو طبيب شو يسوي؟ يعمل العمليات operations. زين. Jeans are made of البنطلون كوباي يصنع من الدينم. زين. من هنا أنا ذني الجمل انتهى. نجي على فرع بي يقول much affair from last A يعني with the suitable now fares in the last B. هو كاتب المعنى زاوج الفعل في القائمة A مع العبارة الاسمية في القائمة B. هذه أيضا تحكي على الانترنت، يعني شوفوا جايب لي عن الانترنت القطعة الخارجية جايبة عن الانترنت إضافة إلى هذا الفرع. key in و press و navigated و click و go online و search. إذا ما عرفت أنا الكلمة إحنا قايليها وحالينا هذا السؤال. key in يعني شو أسوي أنا؟ أدخل شنو أو أفتح شنو؟ أفتح بالعنوان فأقول دي اختياري دي هذا. شوفوا بس أشوف أدرس، قلنا بس ندور على ذا أدرس you want. أبرس من أضغط عليه من آني. دائما احنا قلنا برس نضغط على شيء اسمه كيبورد، فندور على كلمة كيبورد. شوفوا enter on your keyboard فأختار أي. زين. navigated بيش أتصفح الانترنت بالسكرولينج up or down، يعني أدور على سكرولينج up and down. هادي باعوا أنا أتصفح الصفحات بأنه أصعد وأنزل بالصفحة فأختار F. كليك قلنا منه كليك ندور على ماوس يعني الفأرة. وين الماوس؟ أدور هنا على كلمة ماوس. هذه باع using your mouse يعني أنقر باستخدام الماوس. هاي E. زين. go align قلنا go align و search. وحدة تروح للموقع الرسمي الإلكتروني، وحدة تروح سيرش بحث تروح للشبكة. فgo online يعني وين أدخل الإنترنت؟ أدخل على الموقع الرسمي to find website لأجد الموقع الإلكتروني، وسيرش أبحث بمن بالشبكة B. دور. هذا بالنسبة لحل فرع B. أرجع فوق لرايت the sentence in using capital letter and punctuation marks يعني استخدم أعد كتابة الجملة التالية مستخدما الحروف الكابيتال لتر الحروف الكبيرة وأدوات التنقيط وكاتب لي علامات التنقيط. نجي هنا احنا قلنا إذا بدت بأداة سؤال أو فاعل، إذا بدت بفاعل نخلي نقطة، إذا بدت بأداة سؤال شو نخلي علامة استفهام. فعندي هنا كلمة وات أول شيء هاي كابيتال لتر وات. هنا شو مخلي لي اس يعني هاي what is هيك تنكتب، يعني تخلون فارزة دير بالكم بعدون شوية تخلون فارزة. what is the matter يعني ما الأمر، هاي أكتبها the matter. باسم يعني شنو؟ خطب باسم. باسم اسم فينكتب البي كابيتال، وإحنا قلنا بما أنه بدأ تبقى أداة سؤال أخلي question mark علامة استفهام. زين. هذا الحل الصحيح للتنقيط. الفرع بي يقول fill the blanks with the missing words five only يعني املأ الفراغات بالكلمات المفقودة خمس من ما يأتي. هاي أول شيء معاكسة long short light شنو عكسها؟ light خفيف عكسها thick تخين. نجي على الثانية mother mom father دات هذا المختصر مال الأم. drive driver builder بس ضيفون ER بناء الصير builder. زين. الرابعة smaller nice شوفوا nice فقط أضيف لها R nicer فقط أضيف لها R. pupils foot هاي شاذ ذي صير feet تنقلب الدبل اي الى اي. تولز جايه من القطن كيز منين جايه من المعدن متل
زين كيس جايه من المعدن ميتالز، لها مفاتيح جايه من المعادن. نجي هنا على السؤال الاخير اللي هو الانشاء، رايتنج تشوز ايذر اي اور بي، يعني اختر اما اي او بي. اول واحد رايت اباوت ا بريزنت يور ار جوينج تو باي، يعني اكتب عن هديه سوف تشتريها. والثاني رايت ان ايميل تو ا فريند، واكتب ايميل لصديقك. شوفوا يعني الوحده الثالثه جايب من عندها ثلاث اسئله، الوحده الثالثه جايب من عندها ثلاث اسئله. هذا السؤال الاول اللي هو عن شنو، عن هديه، واحنا اعطيناكم اياه. I am going to buy my sister a get well present، يعني انا سوف اشتري لاختي هديه جيده. I am going to buy my sister a get well present. أنا سوف أشتري لأختي هدية جيدة. Because she had a temperature. لأنها تعاني من ارتفاع درجة الحرارة. I am going to buy her a teddy bear. أنا سوف أشتري لها الدب، هذا الدب الصغير. دب يعني لعبة. Because she loves bears and dolls. لأنها تحب الدببة وتحب اللعبات العرائس. She wants a big red teddy bears. هي تريد دب أحمر كبير. I am going to wrap it with، سوف ألفه while on red paper، في ورقة حمراء، يعني سوي على شكل هدية. هذا بالنسبة للهدية. بالنسبة للفرع بي اللي هو كتابة إيميل، وإحنا أيضا منطيكم إياه ونخليكم إياه مربع الوصف. نجي هاي أقول علي underscore هاي شارحة إراك at gmail.com. هاي علي، how are you my brother said you had a cold yesterday، يعني شنو، هل كيف حالك، أخي قال لي إنك تعاني من نزلة برد البارحة. You should go to a doctor، يجب أن تذهب إلى الطبيب. Did you go to school، هل سوف تذهب إلى المدرسة. At school we learned about using internet. It is easy. يعني احنا في المدرسة تعلمنا كيفية استخدام الانترنت بسهولة. Tomorrow we have an exam. غدا عندنا امتحان. Best wishes احمد. شكرا جزيلا او مع اطيب امنياتي احمد. هذا كل ما موجود في حل اسئلة الامتحان التمهيدي الخارجي 2022. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.